ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة معانا درس جميل جدا في الاشكال الهندسية اسمه الكسور. هنتعرف على النصف والربع. طبعا ممكن يكون فيكم بعض الناس مش قادرة تفهم يعني ايه الكسور ويعني ايه النصف والربع. تعالوا ندخل مع بعض على طول على درسنا ونشوف الشكل اللي قدامنا. انا عندي مربع كبير، المربع ده متقسم من جواه لمربعات. عندي مربع لونه بنفسجي ومربع احمر ومربع اخضر ومربع برتقاني. تعالوا كده نعدهم، 1 2 3 4. يعني المربع الكبير ده كله متكون من جزء 2 3 4. طيب بصوا كده يا اصحابي، عايزين ناخد بالنا، نفس المربع اهو، لكن يا ترى هل موجود كل الاجزاء بتاعته؟ لا طبعا، في جزء ناقص، المربع الاخضر. يعني بقى عندي جزء 2 3 وفي جزء ناقص. الجزء الناقص ده يا اصحابي هو الربع. يعني لو جينا بصينا مرة تانية للمربع هنلاقيه انه متكون من 4 اجزاء، كل جزء من دول اسمه ربع. فلما شلنا منه جزء فأصبحنا خصمنا منه ربع من الأرباع بتاعته. ده زي ما قلنا يا أصحابي اسمه ربع. طب تعالوا نشوف حاجة كمان، دي دايرة بس احنا شايفين نصها أزرق ونصها برتقاني، يعني الجزء ده قد الجزء ده بالظبط، ده نصف وده نصف. لو جينا بصينا هل دلوقتي الدايرة كاملة؟ أكيد لأ يا أصحابي، الدايرة لما كانت كاملة كان شكلها كده، لكن دلوقتي أنا شلت نصف الدايرة، فكده إحنا عرفنا إن الشكل ده بيتكون من نصف ونصف. طيب تعالوا نشوف الأشكال اللي قدامنا وناخد بالنا. أنا عندي هنا شكل متكون من جزئين، جزء بنفسجي وجزء أحمر، وعندي نفس الشكل ده متكون من 4 أجزاء، لبني وأخضر وبرتقاني وأحمر. طيب إيه رأيكم يا أصحابي؟ تعالوا نشوف، هنلعب لعبة بسيطة. هل يا ترى فضل الشكل الأول والشكل التاني زي ما هما؟ أكيد لأ، الشكل ده نقص منه جزء والشكل ده نقص منه جزء. هنا نقص نصف الشكل لأنه كان بيتكون من جزئين، وهنا نقص ربع الشكل لأنه كان بيتكون من 4 أجزاء. نرجع نفتكر تاني، آدي الشكلين بتوعنا. الشكل الأول كان بيتكون من جزئين كل جزء ليه لون، والشكل التاني كان بيتكون من 4 أجزاء وكل جزء ليه لون. لما شلنا من كل شكل جزء شلنا من هنا نصه وشلنا من هنا ربعه. ده تدريب ليكوا انتوا يا أصحابي، عايزين نختار المساحة المناسبة لكل شكل. هل الشكل ده كل جزء نصف ولا ربع؟ وهل الشكل ده كل جزء فيه نصف ولا ربع؟ وهل الشكل ده كل جزء فيه نصف ولا ربع؟ انا هسيبكم انتوا تفكروا فيها وتجاوبوها وتعرفوني اجابتكم المرة الجاية.